ساعدوني ان احنا نقدر نقدم محاضره كويسه ونسمعها خالص في العمليات الهندسيه. كان فاضل لنا حاجه واحده اسمها ريفرس كير او حرس دي اخر فلوس قبل ما قلت لنا حاجة واحدة بلاش كلام هناك، بلاش كلام عشان نعرف ندي محاضرة. هناخد أول 10 دقايق أو 10 دقايق هنكمل فيهم الجزء الفاضل من العمليات الهندسية اللي هو المنحنى المعكوس أو الريفرس كير بالحالتين هشرحها. بعد كده هبتدي أخش في أهم حاجة اللي هي النظرية الإسقاط. نفهمها مع بعض النهاردة وهتلاقي العملية. سنة نظرية بس ركز ونفهم، هيفهم النهاردة هيفهم بعد كده كويس جدا مفيش مشكله. اللي فاضل لنا حاجه اسمها المنحنى المعكوس او ريفرس كير. ريفرس كير هو هتلاقوه في بعض الكتب بيسموه اس كير لانه هو منحنى على شكل حرف اس، او بيسموه الاو جي كير مش مهم الاسم زي ما بقول دايما، المهم هو شكله عباره عن ايه. انا هاخد حالتين خلاص، هاخد حالتين. الحاله الاولانيه بيبقى عندي مماس و مماس اخر يوازيه، وعندي منحنى هيجي يعمل لي شكل حرف اس بالشكل ده، يمس الخط اللي فوق في نقطه، والنقطه دي هتبقى معلومه مديها لك، هيمس المستوى المستقيم الاخر في نقطه اخرى مجهوله، ومديك النقطه اللي هينعكس عندها المنحنى، يعني بحاجه بالشكل ده، يجي النقطه دي ويقلب نقطه انعكاس ويقلب ويمس الناحيه الثانيه. يبقى الحاله الاولى اللي هدرسها اللي هي فيها مماسين متوازيين، وخد بالك من الكلام لازم يكونوا مالهم متوازيين. مماس نقطة التماس بتاعته معلومة، ومماس الآخر نقطة التماس مجهولة، ونقطة الانعكاس مقلوبة. نقطة الانعكاس معلومة. خواص المنحنى المعكوس اللي هو هيبقى عامل زي حرف اس بالشكل ده، أن نقطة التماس الأولى ونقطة التماس الثانية ونقطة الانعكاس لازم يقعوا على خط واحد. إذا لو أنا عندي نقطة T1 وعندي P، أول حاجة هعملها هوصل T بP وأمد يديني نقطة T2 نقطة التماس الثانية. إيه المطلوب مني؟ مطلوب مني أعمل قوس دائري يمر بـ T1 يمر بـ P يمس الخط ده عند T1. طيب بما أن القوس الدائري دي، تعال نفترض إن هي دائرة كاملة كده، إن هي دائرة كده. بما أن الدائرة دي هتمس الخط ده عند النقطة دي، يبقى مركزها هيقع فين يا ولاد؟ تاني، بما ان الدايرة دي هتمس الخط ده عند النقطة دي، دي نقطة التماس، يبقى مركز هذه الدايرة بيقع فين؟ على العمود، حاجة هنا أعمل عمود، عظيم. وبما ان الدايرة بتمر بـ T و P، يبقى ده وتر في الدايرة، صح ولا لأ؟ يبقى أنا لو نصفت الوتر ده أهو، وأقمت عمود عليه، المركز لازم يقع على هذا العمود، صح؟ النقطتين دول يتقابلوا في نقطة، أو الخطين دول يتقابلوا في نقطة اللي هي O1، مركز هذا القوس اللي هيديني الجزء الأول من المنحنى المعكوس. نفس الكلام تحت، عايز قوس من دايرة يجي كده يمس الخط ده عند T2 ويمر بـ P، ده مماس مع نقطة التماس، هعمل عمود على المماس عند نقطة التماس، وده وتر كورد أنصفه أرسم منه عمود، العمود يتقابل في O2، اركز في O2 واعمل ايه؟ الكيرف الثاني اللي هو جزء من الدايره الثانيه. لو شغلك مظبوط، لو شغلك مظبوط O1 و P و O2 مالهم؟ لازم يقعوا على استقامه واحده. ده خواص المنحنى المعكوس اللي هو فيه مماسين متوازيين، مماسين متوازيين. هل لازم يجي تيبيكال كده؟ مش شرط بقى، يعني ممكن يعمل لك ايه؟ ممكن يديك مماس كويس ونقطة التماس، ويديك نص قطر المنحنى اللي فوق ده كده كويس، ويديك المماس الآخر اللي بيوازيه أهو، ونقطة التماس الثاني، يعني مديك دي ومديك دي، وراسم لك ده نص قطر معلوم مركزه معلوم. بيقول لك كمل لي ريفرس كير، المرجع بتاعنا الأساسي هو ده ماشي، إن T1 P T2 على خط واحد، وان O1 P O2 على خط واحد، وهو الاخر الشكل ده عايزين نوصل منه ده. طيب المره دي هو مدي لي O1 ومدي لي T1 ومدي لي T2، اعمل ايه؟ لو وصلت T1 T2 قطع هنا جاب لي نقطه انقلاب، صح ولا لا؟ خلاص اللعبه كلها خلصت. اعمل عمود هنا
عايز تعمل عمود هنا وتنصف وتعمل عمود ماشي، عايز توصل او 1 بدي كده وتجيب يديك المركز ماشي. انا لو منك هعمل العمود ده كويس، وهنصف واعمل العمود ده عشان اتاكد ان او 2 وبي او 1 كلهم على خط واحد، اروح اعمل دي. يبقى المعلومات او الحاجات المعلومه والمجهوله بتلعب ديك دايس سي بي دي ديك دي سي بي دي، انما هي القاعده الاساسيه هي الكلام اللي موجود هنا. ده النوع الاول من المنحنيات المعكوسه واللي موجود في اكثر المسائل كلها هتلاقيها بالشكل ده. النوع الثاني طالما بنقابله انما هقوله ما فيهوش مشكله برضه سهل، بس خد بالك وباكد عليه ثانيه، اوعى تطبق هذا الكلام على ممسين غير متوازيين. لو سمحت خد تيك كير ان المساله يبقى فيها ممسين متوازيين ماشي، لان لو ممسين غير متوازيين ما ينطبقش عليه هذا الكلام. الحاله الثانيه، الحاله الثانيه بيديني مماس ومماس وقاطع ونقطه الانعكاس. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني بيقول لي ده هيمس المنحنى، استنى هنغيره شويه كده عشان يبقى حلو وليكن بالشكل ده. عندي عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل قوس كده يمس ده ويمس ده ويمس هذا في نقطه الانعكاس، والقوس الثاني هنا كده هيمس ده يمس ده فين ما اعرفش، يمس ده فين ما اعرفش، ودي نقطه الانعكاس. منحنى معكوس هيبقى جاي كده كده، والممسين دول مالهم؟ مش متوازيين، بس مديني القاطع اللي هو المماس المشترك. الحاله دي مش هنقابلها كتير لكن نعرفها برضه. ايه القصة هنا؟ قصة سهلة جدا. أنت عايز تعمل قوس من دايرة صح؟ قوس من دايرة أو أصح دايرة كبيرة كده. الدايرة الكبيرة دي لو اعتبرت النقطة دي بره الدايرة وترسم مماس كده ومماس كده، مش ده بيساوي ده؟ لو عندك دايرة وبترسم لها من نقطة ممسين، مش الممسين متساويين؟ طيب ما هو إحنا عايزين نعمل كأننا عايزين نعمل دايرة كبيرة، أنت عندك من هنا لهنا دي نقطة التماس، خد الطول ده حطه هنا. يديك تي 1. اعمل عمود واعمل عمود يتقابلوا في بي 1 ارسم القوس. الناحيه الثانيه عايز تعمل دايره هنا كده تمس هنا وتمس هنا، كان النقطه دي منها ممثلين للدايره دي، طب ما تاخد الطول ده تحطه هنا يديك نقطه تمس ثانيه اللي هي تي 2 ماشي. عمود عمود يديك او 2 خلاص خلصت اللعبه. هقول ثاني هقول ثاني، عندي مماس نقطة تماس مجهولة، مماس نقطة تماس مجهولة، قاطع ومماس مشترك، قاطع ومماس مشترك ونقطة الانعكاس. بقول تعتمد الحل أساسا على إن لو عندي دايرة وجيت من نقطة بره الدايرة عملت ممسين، فالممسين أطوالهم متساوية. يبقى هنا دي كأنها دايرة كبيرة، أنا عايز منها قوس، عندي من النقطة دي للنقطة دي، دي تعتبر نقطة تماس، هاخد الطول ده أحطه هنا. دي نقطة تماس دي أقيم عمود، عمود يتقابلوا هنا. في او 1 اس مش بي 1 ارسم ده. الناحيه الثانيه عندي دي وعندي نقطه تماس، اخد الطول ده احطه هنا، عمود وعمود يتقابلوا هنا واوصل. خد بالك هنا برضو او 1 بي واو 2 على خط واحد، لكن دول مش على خط واحد. ثاني او 1 بي او 2 على خط واحد، لكن تي 1 تي 2 فاكر هنا تي 1 وتي 2 بي كانوا مالهم؟ على خط واحد في حاله الممسين المتوازيين، الممسين الغير متوازيين ما يطلعوش ابدا على خط واحد. عشان كده بقول لك لو في مساله ما فيهاش ممسين متوازيين ما ينطبقش عليها الكلام الاولاني. وساعات في بعض المسائل بنحاول يبقى عندي مماس وبحاول اعمل مماس ثاني يوازيه، هنشوف مسائل التمارين. كده يبقى خلصنا موضوع العمليات الهندسيه، هنبتدي نخش في الاسقاط. والاسقاط زي ما بقول نظريه الاسقاط زي ما قلت عايزين نتفق على وسيله معينه ارسم بها الاجسام الموجوده في الطبيعه ولها ثلاثه ابعاد، عايز ارسمها على ورقه الرسم، وعايزين نرسمها كلنا بطريقه واحده طريقه واحده، بحيث لما ارسم الرسمه اي واحد يبصها اي واحد يقراها يتعلم. ده اللي بيسموه ثيوري اوف بروجكشن او نظريه الاسقاط. هتكلم كده كلام ناخد فكره يعني ايه نظريه اسقاط، ايه انواع الاسقاط، وبعدين نخش في النوع بتاعنا. بيقولوا ايه؟ بيقولوا لو انت عندك دي مثلا ورقة الرسم بتاعتك بيسموه مستوى المسقط أو ورقة الرسم، وأنت واقف في مكان ما هنا أهو واقف بتبص بعينك على جسم معين هنا، الجسم ده أنا هقول إن هو وليكن مثلث، أبسط حاجة ثلاث نقط A B C. أنت بتبص على الجسم ده وعايز ترسم صورة الجسم، عايز تسقطه على هذا المستوى. بيقولوا بنعمل ايه؟ بيقول بتتخيل ان في شعاع طلع من عينك او
وراح على نقطة A ومشي لحد ما يقابل المستوى ده في نقطة هسميها صورة A A1 مثلا، وشعاع آخر راح على B لحد ما يقابل هنا اداني B1، وشعاع آخر راح على C اداني A C1. فلما وصل A1 B1 C1 يديني صورة المثلث ده، صورة هذا المثلث. هذا النوع من الإسقاط بيسموه إسقاط مركزي Central Projection. ليه؟ دي بيسموها مركز الإسقاط اللي هي عينك وانت وقت تتفرج على الجسم. خد بالك لو الجسم موجود هنا ورا وانت بتوصل يطلع صورة الجسم أصغر من الجسم ولا لا؟ لو هنا مش دي الفكرة أساسا. هذا الإسقاط المركزي بيستخدموه في رسم المنظور المعماري، اللي هي لما بنعدي كده على العمارات الجديدة اللي بتتبني بتلاقي كل عمارة حاطين عليها بره ايه رسمة بالكبير، دي بتبقى مرسومة بالمنظور المعماري اللي بيستخدموا فيه نظرية ايه الإسقاط المركزي. طب في أنواع تانية من الإسقاط؟ قال لي في نوع تاني كده، تعال نبص عليه. لو مستوى المسقط بالشكل ده اهو، واختنا اودي اللي هي مركز الاسقاط راحت ما لا نهايه، ايه اللي هيحصل؟ ادي المثلث A B C ونقطه اودي راحت ما لا نهايه، راحت انفينيتي، ايه اللي هيحصل يا اولاد؟ الاشعه اللي جايه ما لا نهايه، او على الاصح الاشعه اللي جايه من الشمس مالها؟ توازيه، صح؟ يبقى اذا لو نقطه او مركز الاسقاط راحت ما لا نهايه فالأشعة هتبقى جاية كلها متوازية، شعاع جاي متوازي من A اديني صورة A1، شعاع جاي من B اديني B1، شعاع جاي من C اديني C1، أوصل أوصل أوصل، يبقى دي صورة هذا المثلث. ده بيسموه إسقاط إيه؟ إسقاط متوازي، حيث الأشعة كلها متوازية وجاية من إيه؟ من هنا. هذا الإسقاط المتوازي ينقسم إلى قسمين رئيسيين. ايه هما؟ قال لي والله لو الأشعة دي مايلة على المستوى ده هسميه متوازي مائل، لو الأشعة دي جاية عمودية هسميه متوازي عمودي. هلخص ده كله بسرعة كده، في إسقاط اسمه إسقاط مركزي، حيث جميع الأشعة طالعة من نقطة واحدة بوصلها بالجسم، جسم بقى فيه مليون نقطة، أجيب المليون نقطة وأوصل بينهم يديني صورة الجسم، أيا كانت هنعرفها إزاي بتيجي بعد كده. الإسقاط المركزي ده بيستخدموه بتوع عماره، بالنسبه لكم انتوا هتاخدوا فكره عنه بسيطه خالص في الاسقاط، في اخر السنه هترسموا جسم او جسمين باستخدام نظريه الاسقاط المركزي. تاني لو نقطه مركز الاسقاط عين ذهب او او ذهب الى ما لا نهايه فالاشعه كلها بتبقى مالها متوازيه. وفي هذه الحاله في عندي نوعين، اما متوازي مائل يعني الاشعه مايله على مستوى المسقط، او متوازي عمودي يعني الأشعة عمودية على مستوى المسقط. يعني إيه متوازي عمودي؟ قال يعني منتهى البساطة كده، أنت عندك مستوى المسقط بالشكل ده، وعندك مثلث A B C عايز تجيب مسقطه، بتعمل إيه؟ عمود عمود عمود، يديك صورة المثلث A B. يبقى الإسقاط المتوازي العمودي باجي من كل نقطة من نقط الجسم بتاعتي اسقط عمود، اسقاط متوازي عمودي بيسموه الارثوجرافيك بروجكشن، ده اللي هنشتغل بيه كل الشغل بتاعنا. بمعنى عندك مستوى المسقط، اي جسم عندك عايز تجيب صورته تجيب شكله تجيب مسقطه تيجي من النقطه دي، كل نقطه الجسم تسقط اعمده على مستوى المسقط يديني صوره هذا الجسم. كويس كده؟ طيب لو انا في وقت كده بيبقى عندي
عندك اهو. ادي محور عين او واي راسي، اسف زد راسي، محور اكس اهو سين، ومحور صاد اهو اللي هو واي. ثلاث محاور متعامده، ودي نقطه الاصل اورجين واو. دول بيكونوا ثلاث مستويات. مستوى مكون من عين وسين اللي هو اكس وزد، مستوى اخر مكون من صاد وعين اللي هو زد وواي، مستوى اخر اللي هو تحت. ثلاث مستويات متعامده. لو عندك اي جسم في الفراغ ممكن تجيب له كم مسقط؟ ثلاثة. تسقطه هنا تاخد له صورة من الناحية دي، صورة من الناحية دي، وصورة من فوق. ماشي؟ بأي جسم عندي في الفراغ ممكن أرسم له ثلاث مساقط، ثلاث مساقط. هنتعلم إيه هي المساقط دي وعبارة عن إيه؟ خليكم معايا. هرسم ثلاث محاور متعامدة، آدي محور إكس اللي قلناه، وآدي محور زد، وادي واي. وهرسم جسم بالشكل ده، هرسم متوازي مستطيلات اهو اهو. متوازي مستطيلات ده انا واخده في وضع معين بحيث اضلاعه موازيه للمحاور الرئيسيه الثلاثه، الضلع ده والضلع ده والضلع ده والضلع اللي ورا يوازوا زد، الضلع ده وده 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 بيوازوا واي، ودول بيوازوا اكس. هذا المتوازي المستطيلات انا عايز اجيب مسقطه، الاسقاط المتوازي العمودي ها على الثلاث مستويات بتاعتي. عايز اجيب مسقطه على الثلاث مستويات بتاعتي. تعال بص كده، لو انا عايز اسقط، تعالى هنرقم النقط مع بعض. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، طلعت ثمان نقط. طيب لما اجي اسقط اعمدة على المستوى الرأسي اللي هنا ده، ده بنسميه على فكرة المستوى الرأسي اللي هو مكون من محورين زد واكس. تعالى كده نسقط عمود من واحد واربعة، هيطلعوا فوق بعض ولا لا؟ يبقى واحد واربعة طلعوا هنا. عمود من اثنين وثلاثة طلعوا فوق بعض هنا، اثنين وثلاثة. من هنا عمود آخر ستة وسبعة، عمود من هنا يديني مين؟ خمسة وإيه؟ تمانية. يبقى المسقط بتاع الجسم ده كله على المستوى الرأسي طلع عندي هنا مستطيل اللي هو ده أهو أهو، اللي هو لو أنا ظللته كده يبقى بيمثل السطح ده ولا لأ؟ مش كده؟ وأنا ببص كده، معلش باشمهندس أنا بحب أبص على الصور. المستطيل ده طلع عندي هنا كده صح؟ وبالتالي لو البتاع علبة الكبريت ده او متوازي المستطيلات ده ابعاده مثلا 10 في 5 في ارتفاع 2، 10 سنتي بس عشان ما حدش يعني، فالمستطيل اللي هيطلع عندي فوق ده هيبقى ابعاده كام في كام؟ 5 في 2، دي هتطلع 5 ودي هتطلع 2. عظيم. طيب تعال نبص كده، ان احنا نسقط على المستوى اللي في الجنب ده، المستوى ده بيسموه المستوى الجانبي، المستوى الجانبي. تعال نسقط كده، واحد واثنين هيطلعوا هنا، واحد واثنين، خمسة وستة هيطلعوا هنا، خمسة وستة دي هتطلع ثلاثة مع أربعة، ودي هتطلع هنا سبعة وثمانية، يطلع عندي نقطة اثنين ثلاثة أربعة، يطلع عندي هنا مستطيل آخر أهو. أبعاده كام المستطيل ده؟ 10 في 2، تعال كده نعمل على ده نقط كده، واللي هو هيطلع زي ده بالظبط صح ولا لأ؟ وأبعاده 10 سنتي في 2 سنتي، حلو قوي. يبقى إحنا جبنا مسقط هنا ومسقط هنا، طب ما تيجي نسقط تحت، ما تيجي نسقط تحت. هسقط من كل نقطة عمود، واحد وخمسة هيطلعوا مع بعض، اتنين وستة هيطلعوا مع بعض، اتنين وستة، تلاتة وسبعة، وأربعة وثمانية، ويطلع عندي هنا شكل اللي هو ده، صح؟ يبقى الجسم بتاعي يطلع له كم مسقط يا أولاد؟ ها؟
ده هو يشبه ده بالظبط، ده هو زي ده بالظبط، وده زي ده. ماشي. المستوى اللي تحت ده بنسميه المستوى الافقي. ماشي. وبالتالي المسقط اللي فوق بسميه المسقط الرأسي، وده هو بنسميه المسقط الجانبي، وده بيسموه المسقط الافقي. يبقى كل جسم له كم مسقط؟ ثلاثة، رأسي جانبي وافقي. ماشي. نشوف المصطلح ده بالانجليزي. هنقول ان المسقط الرأسي احنا بنسميه تبع الاكسبريشن الانجليزي elevation. وبيكتب دايما اسم المسقط تحت الرسمه بتاعته، وبنختصره في بعض الاحيان او غالبا بنختصره LEV نقط. لو بصيت في بعض الكتب الاخرى ممكن يكونوا مسمينه فرونت فيو، يعني ببص ايه من الواجهه من الوش، انما احنا هنصطلح على اسمه elevation. المسقط الجانبي اسمه سايد فيو. احنا ماشيين بمدرسه انجليزي، سايد فيو اختصاره اس نقطه في نقطه، وفي بعض الكتب هتلاقيه مسمينه اند فيو. مش مهم المصطلح، احنا هنمشي على الاليفيشن سايد فيو. المسقط الافقي اسمه بلان، مش بلين، ما تغلطوش لو سمحتوا، بلان. ها، ومالوش اختصار، هو كده على طول. في بعض الكتب ممكن يكون مسميه توب فيو، يعني بيبص منين؟ بيبص من فوق، اند فيو بيبص من الجنب. حاجه ثانيه، احنا هنصطلح على الاتجاهات دي ومش هنغيرها. في بعض الكتب الاخرى السايد فيو ده اللي انا ببص من هنا ممكن يبص من الناحيه الثانيه ويرسم سايد فيو من الناحيه الثانيه، فيبقى رايت اند فيو سايد اند فيو. مش هلخبطكم، بس لو في كتب معينه فيها مصطلح غير ده ما هواش غلط، هو بطريقه اخرى. طيب احنا لسه ما وصلناش لحاجه. انا لو اديتك ترسم متوازي المستطيلات ده انت وغيرك، كل واحد هيرسمه شكل، لسه ما وصلناش لطريقه معينه بحيث كنا نرسم هذا الكلام زي بعض. هنعمل ايه؟ ممكن ده يرسم لي ده كده، والمحور ده معوج كده، والتاني يعمله كده. ما يعني ما وصلناش لحاجه، انما الفكره اساسا عرفنا ان لو عندي جسم وعايز اجيب مسقطه هاجي من جميع نقط الجسم واسقط اعمده على المستوى الراسي، اجيب مسقط راسي، اعمده هنا اجيب افقي، اعمده هنا اجيب جانبي. طب هنعمل ايه؟ بص يا اولاد، معلش اللي ورا مش هيشوف قوي، لكن الثلاثه دول بيمثلوا الثلاث مستويات بتوعنا. المتوازي المستطيل اللي رسمته في الوش عندك ده الاليفيشن، في الوش ده الاليفيشن، تحت في بلان اهو، ها، مسقط افقي، وفي الجنب في سايد فيو. محور سين هو ده، محور عين هو ده، محور صدر اللي جاي ناحيته، محور صدر اللي جاي ناحيته. بنعمل ايه؟ بنقول بنعتبر ورقه الرسم بتاعتي المستوى الرأسي ورقه الرسم، ماشي؟ وافترض ان المستوى الافقي ضرب حول محور السينات 90 درجه، عامل كده. ده هو ضرب حول محور السينات 90 درجه. يبقى المسقط الافقي اللي كان في الهواء ده جه تحت هنا ولا لا؟ وبقى ده تحت ده بالظبط، صح؟ خد بالك النقط تحت بعضيها بالظبط، القطتين اللي هنا دي قطتها تحت، القطتين اللي هنا قطتها تحت. وبنفترض ان المستوى الجانبي هو ايضا ضرب حول محور عين 90 درجه. بقى عندي هنا ايه؟ مسقط راس، مسقط افقي، مسقط جانبي، كلهم في ورقه واحده ولا لا؟ خد بالك من التناظر بقى، ده قصاد ده وده ايه؟ قصاد ده. هنعمل الكلام ده على الورقه ونشوف ايه الاخبار، ونرقم النقط ونشوفها قصاد بعض كده ولا لا، ماشي؟ يبقى عشان احول كل حاجه الى ورقه الرسم بتاعتي بفترض ان المستوى الافقي ده كده، المستوى الجانبي ده كده، كل حاجه كده في ورقه واحده.
شويه كده، بصوا معايا شويه. قلنا خلاص، ها قلنا ده اسمه مسقط رأسي. مسقط رأسي، خدوا بالكم الارقام النقط هحطها معايا مع بعض كده، هنحطها مع بعض. الاليفيشن النقطة دي كانت 1 و4، ودي كانت 2 و3، دي 6 و7، ودي 5 و8. اوكي يا جماعة، ها ده الاليفيشن اللي عملته ورسمته، وبنكتب تحتيه اسمه اليفيشن مسقط رأسي. طيب سايد فيو هو ده، تعال نشوف النقط كانت ارقامها ايه. سايد فيو كان هنا 1 و2 3 و4 7 و8 5 و6، وده هكتب تحتيه سايد فيو. بلان، بلان اللي هو طالع المستطيل الكبير اهو، قلنا 1 و5 2 و6 3 و7 و4 و8. طيب بص كده معايا يا ولاد، ده بلان اهو. خد بالك في حاجه اسمها تناظر، اللي هو الخط ده قصاد ده، خط ده قصاد ده، وده قصاد ده، وده قصاد ده. طيب الابعاد زي ما اتفقنا، البعد ده كان طالع 5، والبعد ده كان طالع 10، هنا ده ايضا 10، ده 5، الارتفاع ده كان 2، وهنا الارتفاع ده 2. حلو كده. تعال نبص لاي مسقط من الاثنين لو سمحتوا، غطي كده على ده وشوف ابعاد الجسم اللي هم كام في كام في كام ابعاد الجسم. ابعاد الجسم 2 في 5 في 10، صح ولا لا؟ الثلاث ابعاد باينين هنا وهنا ولا لا؟ 2 5 2 10. حلو قوي. طب غطي على ده كده، 2 5 5 10، يبقى الثلاث ابعاد باينين هنا وهنا ولا لا؟ طيب تعال نغطي على ده كده، مسقط جانبي مسقط افقي، 2 10 10 5. ايه اللي عايز اوصل له؟ عايز اوصل له ان لو عرفت اي مسقطين للجسم يبقى الجسم كله ماله اتعرف. يبقى دائما ابدا اي مسقطين للجسم يكفيان لتمثيل الجسم، الا في حالات خاصه قوي قوي، حاجه كده فيها شك لازم نبينها وهنجيلها بعد كده. انما القاعده العامه اي مسقطين للجسم بيمثلوا الجسم تماما، لان ابعاد اكس واي وزد بتاع كل نقطه واضحه في الايه؟ في المسقطين دول. ماشي؟ بص معايا على حاجه ثانيه كمان، تعال بص مثلا على نقطه رقم 3، شايف 3 هنا و3 هنا على خط واحد ولا لا؟ 3 هنا و3 تحت على خط واحد، خد بالك من التناظر. أي نقطة في المسقط الرأسي والجانبي على خط واحد. أي نقطة في المسقط الرأسي والأفقي على خط واحد، ده خط تناظر رأسي، ده خط تناظر أفقي. ناخد بالنا من الكلام ده. يبقى أنا هرسم مسقط رأسي، مسقط جانبي جنبه إلى جهة اليمين. في ناس بيرسموا هند فيو ناحية الشمال، مالناش دعوة بالكتب والحاجات دي، أنا دايماً هرسم ناحية اليمين عشان ما نتلخبطش، قاعدة عامة. توب فيو، في ناس ساعات يبصوا من هنا ويرسموا فوق، مالناش دعوة. هنرسم التوب فيو او البلان بتاعنا لتحت، يبقى اليفيشن سايد فيو ناحيه اليمين، بلان تحت، ده اللي هنشتغل بيه لحد ايه؟ اخر السنه. اوكي؟ ماشي؟ طيب في بعض الكتب هتلاقي بيقول لك فيرست انجل بروجيكشن وثيرد انجل بروجيكشن، ايه الحكايه؟ برضه نسمعها عشان نبقى عارفين، عشان لو عارف ايدك كتاب امريكاني ولا حاجه وبصيت ما تقولش ده رسمين غلط ولا احنا علمناكم غلط والكتاب صح. بص معايا، بص معايا يا شباب، دقيقتين كده وبعدين هنعمل حاجه جميله جدا بعد شويه. بص معايا، المستوى الرأسي ده اهو، ده المستوى الرأسي ماشي، وده المستوى الأفقي. سيبك من الجانب ده، خليها في الرأسي والأفقي كويس، نفهم الحته دي عشان لما تبص لأي كتاب، إذا صلت وبصيت كتاب تعرف القصه ماشيه ازاي. لا هتبص في كتب، لا يعني أنت بتحتاج لأي حاجه بعد كده في سنواتك المتقدمه، بصيت في كتاب ولقيت كتاب أمريكاني هتبص تلاقيه
درس الاليفيشن تحت وكلام فوق هتتكعبل. افهم القصه جايه منين عشان تبقى عارف الموضوع. دلوقتي لما رسمنا هنا في البدايه الرسمه بتاعتنا اللي هي كان فيها الاليفيشن بلان سايد فيو، صح فين؟ اللي هي دي، بص معايا كده يا ولاد. ده كان المسقط الرأسي وده المسقط الأفقي زي ما هو هنا بالظبط. أدي المسقط الرأسي ومسقط الأفقي. خليكم معايا دقيقة واحدة، مش هاخد دقيقة أكتر من دقيقة عشان نخش في اللي بعد كده في المهم. أدي مسقط رأسي وأدي مسقط أفقي اللي هو المستويين اللي كانوا أصلا. أدي رأسي وأدي أفقي، مالهاش دعوة بالجانبي. حطيت جسمي هنا أسقطته جبت الإليفيشن، حطيت جسمي هنا أسقطته جبت الفلان، صح؟ فإذا أنا عندي جسمي هنا هسقطه كده يبقى الإليفيشن أهو، ده إليفيشن، وهسقطه تحت هيبقى الفلان هنا. ايه اللي حصل لما وقفت هنا انا ولفيت؟ ايه اللي حصل لما وقفت ولفيت ده؟ عملت ايه انا؟ قلت بلاش بقى سايد فيو، ادي اليفيشن وبلان، صح؟ قلت البلان لف 90 درجه نزل تحت، مش كده؟ اذا اللي حصل عندي ان ده الحته دي لفت كده فالبلان نزل تحت، فرسمت الاليفيشن فوق والبلان تحت. ده اللي عملناه، صح ولا لا؟ الحته دي بيسموها الفيرست انجل، لان المستوى الراسي ماشي من زائد من النهايه ناقص من النهايه، المستوى الافقي ماشي من ناقص من النهايه زائد من النهايه، بيقسموا الفراغ الى اربع تربع او فور انجلز. هنا بيسموه سكند انجل، وهنا ده بيسموه انجل، وهنا الفورث. يبقى الفراغ متقسم اربع تربع. الجسم بتاعنا اللي حطيناه اول ما اشتغلنا حطيناه هنا، جبنا مسقط راسي مسقط افقي وخلينا خينا ده يلف كده فالافقي نزل تحت معايا، ماشي؟ طب افرض واحد جاب الجسم بتاعه وحطه هنا، ماشي؟ خليكم معايا، هيسقط كده يجيب مسقط افقي، هيسقط كده يجيب مسقط راسي، صح ولا لا؟ لما اخينا ده ينزل تحت بقيته هيحصل ايه؟ ده لما ينزل تحت كده ظهره يحصل له ايه؟ ده لما ينزل كده مش ده هيطلع فوق؟ يبقى ايه اللي حصل؟ المسقط الافقي حصل له ايه؟ طلع فوق، والمسقط الرأسي بقى تحت ولا لا؟ تاني معلش، تاني. الجسم اللي موجود عندي هنا اسقطته هنا جبت اليفيشن، اسقطته هنا جبت بلان، لما خدت ده لففته كده البلان نزل تحت، بقى مسقط رأسي فوق، مسقط افقي تحت، اتفقنا عليها؟ مش هنغيرها، لكن في بعض الكتب بيحطوا الجسم هنا ويسموه ثيرد انجل بروجيكشن، ويسقط يجيب المسقط الرأسي هنا والافقي هنا، لما ده يلف كده الافقي هيعمل ايه؟ هيطلع فوق، يبقى بالعكس بتاعنا. هتلاقوا بعض الكتب كاتبين ان احنا بنشتغل الثيرد انجل بروجيكشن، يعني حاطين الجسم بتاعهم فين؟ هنا. وبتلاقي بعض الكتب الناس اللي هيخشوا منكم عماره هيلاقوا بيشتغلوا بالشكل اللي هو مسقط الراسي تحت والافقي ايه؟ فوق. مفيش مشكله، بس عرفنا هي جت منين، ماشي؟ طيب السؤال اللي هساله وقت وهنخش في اللي بعديه على طول. في سكند انجل بروجيكشن ينفع؟ بص ليش، بص على الصابون. لو حطينا جسم هنا، لو حطينا جسم هنا جبت مسقطه الرأسي هنا ومسقطه الأفقي هنا وخليت ده يلف كده، ايه اللي هيحصل؟ الأفقي هيجي فوق ايه؟ الرأسي. يبقى مفيش سكند انجل بروجيكشن، مفيش فورث انجل. انواع الاسقاط اللي موجودين في الدنيا هم فيرست انجل وثيرد انجل بروجيكشن. عظيم.
عايزين معانا برضه المراحل اللي هنمر بيها. المرحله الاولى بناخد مجسم، بيديك مجسم وبيقول لك ارسم لي الثلاث مسارات. يبقى هناخد مجسم هنرسم الثلاث مسارات اللي هو هبتدي اشرحها دلوقتي. المرحله الثانيه بعد شهر كده ولا حاجه تكون اتعلمت ازاي ترسم الثلاث مسارات، هديك مسقطين من غير المجسم ولا الهات التالت. تقرا لو ده ودي التالت. المرحله اللي بعديها نضيف مسقطين واقول لك ارسم المجسم. يبقى هنمر بثلاث مراحل خلال هذا الفصل الدراسي. تعال نبص كده على الجسم ده. تعال نبص على الجسم. اول ما تبتدي لو سمحت، حدد الاتجاهات بتاعتك. اهو ده اليفيشن على طول كده هنحفظها مش هنغيرها. ده سايد فيو وده بلان. اول ما تبتدي لو سمحت عشان ما تغلطش. هرسم المساقط الثلاثة في الورقة اللي جاية دي مع بعض هنشوف. أنا لما ببص على الإليفيشن هشوف إيه يا أولاد؟ وأنت بتبص كده هتشوف ده وده، صح ولا لأ؟ يبقى الإليفيشن بتاعي أنا هرسمه في ورقة تانية هنا كده. هرسم مستطيل أهو وتحتيه مستطيل تاني، صح ولا لأ؟ تاني خليكم معايا عشان دي البداية أهم حاجة. أنا بسقط عمود من كل نقطة، النقطة دي أسقطت عمود 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 وعمود، اداني المستطيل الصغير ده صح؟ فوق أعمدة اداني مستطيل، يبقى عندي الإليفيشن عبارة عن مستطيل كبير تحتيه مستطيل صغير، صح؟ تمام؟ سايد فيو ببص من هنا إيه الشكل اللي هيجي؟ ها؟ حرف ال، صح ولا لأ؟ يبقى حرف ال، خد بالك من التناظر أهو، شايف خطوط التناظر اللي بعملها بإيدي؟ أهي أهي عندي حرف ال جاي كده كده اهو اهو. ناخد بالنا ان السطح ده قصاد ده، ده هو قصاد ده وده قصاد ده، تمام؟ بلان، بص من فوق، بص من فوق هشوف ايه؟ كام مستطيل؟ واحد صغير واحد كبير، مش كده؟ الصغير ورا والكبير قدام، مظبوط؟ طيب يبقى هرسم هنا اهو في البلان اهو مستطيل صغير ورا اهو وقصاده مستطيل كبير، تمام؟ حد كده عنده مشكلة؟ حد عنده مشكلة؟ اليفيشن سايد فيو بلان، ماشي يا اولاد؟ في حاجة صعبة؟ طيب نغير حاجة بسيطة كده. ونشوف ايه اللي هيحصل. أنا غيرت الوضع بقى بالشكل ده، يا ترى الإليفيشن هيحصل له إيه؟ الإليفيشن اللي هو كان مستطيل ومستطيل، هيحصل إيه في الإليفيشن؟ ها هيجي فيه مستطيل في الجنب هنا ولا لأ؟ طيب يبقى هنا الإليفيشن هيجي فيه مستطيل كده في الجنب، وفي حاجة تانية هتتغير، بص كويس كده في الورقة وقول لي، بص هنا وبص هنا. بص هنا كده تاني وبص هنا، ها نعمل ايه؟ بيقول لي امسح الخط ده. هي امسح الخط ده ليه؟ بص معايا احنا بنتعلم دلوقتي، بيقول لي ان دي كلها سطح واحد، صح ولا لا؟ نحط عليه صبعي كده وامشي، مفيش حضيره مفيش خط، يبقى ده كله سطح واحد ولا لا؟ يبقى مفيش خط هنا، مفيش خط هنا، معنى خط ان يبقى في سطحين، مفيش خط يبقى ده كله ايه؟ سطح واحد، كويس قوي. سايد فيو هيتغير؟ ايه اللي هيحصل؟ ها؟ دي هتزيد مش كده؟ يبقى هنعمل هنا ايه؟ ده هيطلع كده. اهو. تمام؟ بلان. بص من فوق. بلان كان اصلا مستطيل ومستطيل.
هيجي لي حاجه جديده دلوقتي مش كده؟ هيجي لي حاجه هنا كده اهي. بص كده في حاجه ثانيه هعملها. هنمسح هذا الخط لان ده كله سطح واحد هنا اهو. اهو سطح واحد. كله موافق؟ ماشي؟ طيب تعالى نعمل حركه ثانيه. سطح واحد. لما لقيت هنا خط قبل ما ابص لما لقيت هنا خط اعرف ايه؟ اعرف ان في حاجه قدام وحاجه ورا، حاجه قدام وحاجه ورا. عرفت قدام وورا منين؟ شويه شويه جاي في الكلام هعرفها من البلان. اذا المساحات الثلاثه دول في الاليفيشن لما ابص لهم اقدر اعرف منهم ان هم في ثلاث مستويات مختلفه، ده قدام خالص، ده بعديه، وده بعديه. هنعرف ازاي؟ بالراحه علينا يعني شويه شويه هنفهم. طيب تعالى نغير البلان لو سمحتوا. بلان هيتغير. بلان بعد ما كان كده هيتغير، هيدخل حته جوه هنا بالشكل ده اهي. صح، كلام جميل. وبالتالي السايد فيو هيتغير ولا لا؟ السايد فيو اللي هو كان المربع ده كده، هندخل حته قد ايه؟ الحته دي صح. يبقى هاجي الحته دي كده اقيسها واروح داخل هنا. ده الوضع الجديد بتاعي. تعال نبص عليه كده مع بعض. الاليفيشن اهو، والمستطيل ده جه هنا بس في خط لان في دي قدام ودي ورا في. والبلان نفس الحكايه اهو، حصل فيها تغيير. الحته دي كلها، الحته دي كلها سطح واحد، اللي هي دي 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 كلها سطح واحد. طيب هنعمل كمان حاجه، هنعمل كمان حاجه، تعال نعمل كده. إليفيشن، مسقط رأسي، إليفيشن. ايه اللي هيتغير؟ مستطيل ده هيتغير؟ تعال نشوف مع بعض. هشوف المسافه دي قد ايه؟ شوفها هنا. اديني الحته دي، انزل عمق ده، واروح اعمل كده. وامسح ده ولا اسيبه؟ صح. كلام جميل. سايد فيو، سايد فيو، سايد فيو. كان عندي هنا الحرف ال ال ده اللي هو ده اهو. هيحصل ايه في حرف ال ال ده؟ هو لكن احط خط على ده. هيبدا زي ما هو بس نعمل له ايه هنا؟ خط موازي. قصاد ده كده هنا في ايه؟ خط. يبقى دي حته في الجنب، واحده هنا واحده وراها. عظيم. بلان، بلان كانت حرف ال ال الكبيره دي هتتغير؟ لا زي ما هو لكن هيسموها خط بس. خط. الخطوط اللي انتوا بتقولوا عليها دي مهمه جدا ولازم تعرفوها. ده مستوى وده مستوى. في البلان كل خط بيفصل مساحتين بيعني في حاجة عالية وحاجة واطية. بص في الاليفيشن تفهم. بص كده خط ده اللي هو ده. الحتة دي عالية والحتة دي واطية. وبعدين في خط تاني هنا. دي اوطى منهم. مفهوم الثلاث مساقط؟ فاهمين القصة ماشية ازاي؟ لما تعالى نعمل كمان حتة. خد بالك خد بالك، تعالى نفهم مع بعض.
نفهم مع بعض. بصوا معايا خلاص. تعال بص لمجموعة المستويات اللي انا هشاور عليها. المستوى ده بصوا معايا يا اولاد، المستوى ده، المستوى ده، والمستوى ده. السطح ده، السطح ده، والسطح ده كلهم بيوازوا المستوى الرأسي ولا لا؟ مش كده؟ فطلع كلهم بشكلهم الحقيقي. المستطيل ده طلع هنا، ده في الأصل يعني قبل ما أعمل الكسرة دي كان طالع هنا، والحتة اللي في الوش طالعة هنا. المستويات دي كلها بتوازي المستوى الرأسي. المستوى ده أهو، المستوى ده لو سميته أنا المستوى إيه؟ في الإليفيشن أين هو؟ المستوى الرأسي في الإليفيشن الصح ده فين هنا؟ ده هو مش كده ولا ايه؟ فين في السايد فيو؟ مش موجود. ما حدش يقول مش موجود عشان اللي ورايا يقول مش موجود، مش حاجة اسمها مش موجود. أي سطح في الجسم لازم يكون موجود في السايد فيو، سطح فين من فصوله؟ أنا بأكد على الحتة دي عايز أوصلها. يبقى في السايد فيو باين هنا ايه؟ خط. خط عظيم. في البلان بص على البلان بص له من فوق باين ايه برضه؟ خط اللي هو حته الخط الصغير ده، صح ولا لا؟ يبقى اي سطح عندي، اي سطح عندي بالذات الاسطح دي اللي انا واخدها في الاول دي، دي بتوازي المستوى الراسي، فظهرت مساحه ومساحه ومساحه بشكلها الحقيقي في الانيميشن، وظهرت خطوط في المساحه الاخرى. يبقى المستويات لو مستوى، خد بالك بص لي هنا كده، لو مستوى افقي كده عندي مربع افقي بتبص له من فوق، يبقى تحت مربع ولا لا؟ الليفيشن خط، سايد فيو خط، مربع كده يوازي المستوى الرأسي، الليفيشن مربع، مربع بيوازي المستوى الرأسي، على الحيطة مربع، سايد فيو خط، لان خط، مستوى يوازي الجنب، مربع يوازي المستوى الجانبي، يظهر في الجانبي مربع، تحت خط فوق خط. يبقى أي سطح عندي في الجسم لازم يظهر تحت المسافة بتاعت أي سطح في الإيه؟ بالظبط. لو المستوى بتاعي ده بيوازي احد المستويات الرئيسيه فبيظهر في احد المستويات بشكل حقيقي في المستويات التانيين ايه الخطوط. اما اخيرا الجديد اللي انا عملته ده، هل ده بيوازي المستوى الراسي او الافقي او او او؟ اه. طب هيظهر ازاي بقى؟ تعال نشوف. قبل هنسقطه في الثلاث مساقط، نسقطه في الثلاث مساقط. بالتالي البلان سهل صح؟ البلان هشوف البعد ده قد ايه؟ واشوف البعد ده قد ايه؟ ده هو. واروح موصل الاثنين دول ببعض. وامسح. وامسح الزيادة. ده التغيير، التغيير في البلان. موافقين؟ في الاليفيشن. الاليفيشن في تغيير هيحصل ايه؟ خط. ها؟ خط. ها؟ خط. لا اكثر ولا اقل قصاد النقطة دي، ده مستوى عادي ولا مستوى مائل؟ هيظهر عندي خط اهو، فين قصاد دي بالظبط؟ هل هذا المستوى اللي هو ده؟ اللي هو ده هعمله كده عشان ما حدش يفتكر انهم الثلاثة دول زي بعض، الأربعة زي بعض. ده هل ظهر بشكل حقيقي هنا؟ ها؟ لا ده معقول. ظهر زي مستطيل بس مش من مساحته الحقيقية. سايد فيو هيطلع ايه؟ سايد فيو هيطلع ايه؟ بعد ما كانت حرف ال دي كبيره كده هيطلع فيها خط ولا لا؟ خط. فين؟ هشوف البعد ده قد ايه واحطه هنا واعمل خط هنا. كويس؟ طيب يبقى لما اجي ابص مثلا على السطح ده اهو، السطح ده هسميه سطح بي. فين في البلان؟ السطح بي ده فين في البلان يا اولاد؟ مش ده بي اهو؟ ها؟ يبقى في البلان فين؟ مستطيل، مظبوط ولا لا؟ السطح بي ده اهو اللي هو ده. في البلان فات فين هو؟ اهو. سايد فيو؟ سايد فيو؟ بي لما بصيت في سايد فيو بان هنا ايه؟ خط بشكل. يبقى زي ما قلنا في الاسقاط اي سطح عندي لابد ان يظهر ثلاث ايه؟ مساطح. ماشي؟ حتى صغيره كمان على عادتنا بدل ما قاعدين مع بعض كده.
نرسم مبدئيا اليفيجن وبلان. اليفيجن وسايد فيو، تعال كده نبص على الجسم ده. اليفيجن سايد فيو، اليفيجن بتاعي عباره عن ايه؟ هبص كده هشوف ايه يا ولاد. ها؟ لما نبص على الجسم ده كده خلاص كلام؟ خلاص كلام، كنا كويسين. هنشوف ايه؟ كم مستطيل؟ صح ولا لا؟ يبقى الاليفيشن بتاعي اهو لو حبيت ارسمه هنا اهو، ثلاث مستطيلات فوق بعض، عظيم. اهو اهو سايد فيو، سايد فيو جنب. لما ابص كده هشوف الجنب ده عباره عن حاجه عامله زي حرف سي مقلوبه، صح ولا لا؟ ها اهو اهو كده. مين مش موافق؟ موافقين؟ طيب نتكلم شويه قبل ايه ما نكمل. تعال كده بص معايا، بص معايا السطح العلوي اللي فوق ده، خلاص كلام. السطح العلوي اللي فوق ده في الاليفيشن هنا، صح ولا لا؟ في السايد فيو هنا مظبوط. الشفه دي الحته دي فين؟ فين في الاليفيشن ده؟ صح. فين في السايد فيو؟ الحته دي، صح ولا لا؟ والحته الفوقانيه اهي واهي، كويس صح كده، عظيم. سيبك من البلان دلوقتي وبص معايا كده، عشان في واحد من اخوانا اللي حواليا دول جه مسك البتاعه دي وقلبها. عمل ايه؟ قلبها وقال لي لو سمحت عايز اليفيشن وسايد فيو، عايز اليفيشن وسايد فيو. اقول له ايه؟ اقول له تعال ارسم السايد فيو قبل اهو. تمام يا اولاد ولا لا؟ طب الاليفيشن هو بيبص كده هيشوف ايه؟ مستطيل اهو 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 كده. بقى انت الكلام اللي انت بتقوله من اول المحاضره في شك. ليه؟ انت بتقول لي اي سطح لازم موجود هنا وهنا وهنا. طب ده اهو واخينا ده عامل له ايه؟ واخينا ده عامل له ايه؟ مش موجود هنا. قال لي لا، اي سطح موجود في الجسم وانا مش شايفه نعمل له انديكيشن اللي هو الدوتد لاين او الهيدن لاين. يعني ايه؟ صح ده موجود بس انا ماني شايفه، بعمل خط النقط بالشكل ده. دي الحاجه اللي عايزين نعرفها، اللي هي جميع الاسطح المختفية، جميع الأسطح المختفية بيعبر عنها بالدوتر لاين أو الهيدن لاين. طيب تعالى كده نجرب نعمل بلان في الحالتين لو سمحتوا. عايز بلان هنا وعايز بلان هنا. نبطل كلام شوية، كنتوا كويسين؟ نبطل كلام شوية. عايز بلان في الحالتين. بلان في الحالة الأولانية هيبقى عبارة عن مستطيل أهو، سادة كده ولا في حاجة؟ تعال نبص مع بعض برضه عشان نبقى فاهمين. بص كده معايا يا ولاد، بص معايا. السطح ده والسطح ده اللي هما ده وده، فين في البلان؟ فين في البلان؟ اللي هو اللي قدام ولا اللي ورا؟ تاني تاني بلان اهو، ده اهو اللي هو ده. الخط الوراني اللي هو ده، ده اللي هو ده وده اللي هو ده، والسطح اللي قدامي ده اللي هو ده، صح؟ يبقى السطحين ده وده اللي هم فوق بعض هنا باينين في بلان الخط ده. طب السطح اللي جوه ده هعمل له ايه؟ انا مانيش شايفه، لكن هو موجود ولا لا؟ وبيوازي الاثنين دول ولا لا؟ وماشي من الاول للاخر ولا لا؟ هشوف العمق ده قد ايه، اخده هنا
وراح اعمل دوت اللاين هنا. دي تفهمنا اكتر اللي تحت. بلان في الحاله الثانيه قال لي مستطيل برضه. اهو. بس في تجويف، تجويف من قدام ولا من ورا؟ هنا التجويف كان قدام، طلع هنا قدام، هنا التجويف من ورا، يطلع فين؟ ورا كده. ده بالنسبه للدوتد لاين. عايزين نعرف هنعمل ايه؟ هقول لكم على كذا حاجه، هنحل مسائل في السكتش بوك عشان ما ننساش خلال اجازه العيد، عيدوا يعني كل حاجه مفيش مشكله. لكن في مسائل سهله في السكتش بوك، حلوها لو سمحتوا ابتداء من صفحه 33. بص كده معايا. ابتداء من صفحه 33. عمليه سهله جدا. اول ما هتبتدي اسمعوا الكلام اللي بقول، اسمعوا اللي بقول عشان ما تتلخبطش. اسمع لو سمحت. هتقول الاتجاه ده اليفيشن اول ما تبتدي، والاتجاه ده سايد فيو وبلان. اما عشان ما تتلخبطش هنرسم الاليفيشن هنا، بلان هنا، والسايد فيو هنا. ازاي؟ اليفيشن عباره عن مستطيل في مستطيل تاني، ثلاث مربعات في مربعين، يبقى ثلاث مربعات في مربعين مستطيل، ثلاث مربعات في مربعين مستطيل. سايد فيو حرفين، كم مربع؟ 1 2 3 4 5، 5 في كام؟ 1 2 3 4. خد بالك السطح العلوي، قصاد السطح العلوي والسفلي، قصاد السفلي، في تناظر ما بين هنا وهنا، في تناظر ما بين هنا وهنا. هنحل المسائل من 33 حتى 40. 33 عشان اسمع الكلام اللي هقوله، عشان ما تنسوش الكلام اللي خلينا حاجات سهله جدا وهتنفصلوا وتعملوها. عايز اقول لحظه ثانيه، اقول لحظه ثانيه، لحظه صغيره كبيره واحده. اللي بيجري بعض الصعوبة في التخيل، اللي بيجد اسمع الكلام اللي بقوله، اللي بيجد بعض الصعوبة في التخيل، اسمع يا ابني، يقول الآتي: هجيب لما خشب ألوان، مش عيب ولا حرام، بالعكس دي طريقة تسهل لك حاجات كتير جدا. وتقول الأسطح اللي هتظهر عندي في الإليفيشن مثلا هلونها بالأحمر، هتروح عامل ده بالأحمر وده بالأحمر. سايد فيو هعمله أخضر يبقى ده أخضر، بلان هعمله أزرق مثلا يبقى ده أزرق وأزرق. ابتدي كبداية مش عيب ولا حرام، هتبص تلاقي عندك مثلا هنا الفيشن اللي هيبان ده وده ومش عارف ده، أصلح المايلة سيبها غير، أصلح المايلة سيبها غير. اللي بيعمل صعوبة في التخيل العملية دي تسهل لك أمور كتير جدا في البداية. قول هتفرق كل اللي شايفه الفيشن لون، سايد لون، لان لون، عرفتوا ده وانتوا صادقين.